شباب الضوء، احنا تأتينا رسائل طلاب يعني يقولون نريد ان نلتحق بجلسات السفر الكوني، تمام؟ واحنا ايضا لدينا جلسات يعني هي لقاءات التحرر من الحياتات السابقة، فانا استلم رسائل وانا ارسلت هذه الرسالة. هذه الرسالة مهمة، الطالب يجب ان يعرف ما معنى السفر الكوني. انتبهوا شباب، وايضا هذا الفيديو، وحتى ممكن لو تريدون هذه الأسطر أرسلها لكم أو شاركوا هذا الفيديو. فنقرأ الرسالة، أنا هاي رسالة أرسلتها يعني للطلاب الجدد أو للأشخاص اللي يلتحقون معانا، نقرأها وأيضا نوضح. شباب الضوء، الرجاء ملاحظة، لقاءات التحرر من الحياتات السابقة مرحبا بكم فيها، أوكي؟ لكن جلسات السفر الكوني لكي تطبقوها يحتاج دراسة واستعداد نفسي وفهم فلسفي للعلوم الكونية. فكل شخص، أقربائك، أخوك، أختك، يأتيك يقول لك أريد أن أعرف عائلتي الكونية، تقول له هذين السطرين الآن. لا يستطيع الشخص النجاح فيها وهو متنقل بين المعلمين والقنوات، لأنه هنا يصبح لديه ضعف في وعي السفر الكوني، وبالتالي يبدأ يسألنا الطالب: أستاذ، لماذا لم أستطيع أن أسافر؟ آني هذا السؤال باستمرار. يلتحق معنا بعد جلسة جلستين يقول: أستاذ، ما أقدر أسافر، أو وجدت كذا كذا. حيث أننا نتلقى هذا السؤال كثيرا من الطلاب، ونحن في نفس الوقت احنا أجبنا كثيرا، يعني نتلقى هذا السؤال كثيرا وأجبنا كثيرا أيضا حول هذا السؤال. نقول، انتبهوا الآن، إن السفر الكوني ليس غايته، لاحظوا، ليس غايته الالتقاء بالعائلة الكونية. هذا فهم ضعيف. إذا يأتينا طالب غايته الرئيسية يقول أريد ألتقي بعائلتي الكونية، هذا فهم ضعيف. هو مو خاطئ، بس ليس هكذا السفر الكوني. ليس خاطئ، أكرر، ولكن ليس هكذا السفر الكوني. طيب، ما هو السفر الكوني؟ السفر الكوني هو بناء روحي وفكري اتحادي أولا. لاحظوا، أكرر، السفر الكوني هو بناء روحي وفكري اتحادي أولا. هو ليس الأمر متعلق بتصوير مركبة كونية تظهر في سماء الأرض. يعني أنت تصور مركبة كونية، لكن إذا أنت مدارس العلوم أنت مش فاهم الطبيعة الكونية، مو هو هذا الأمر فلسفي روحي حقيقة. هو ليس الأمر متعلق بتصوير مركبة كونية تظهر في سماء الأرض، لكن في حقيقته وفي جوهره. انتبهوا الآن، هو هذا السفر الكوني، هو أنك تتدرب، أنك تعيش بمفاهيم وطاقات ومشاعر الحب والخدمة والاتحادية مع الجميع في بناء الأكوان. وأنا باستمرار أقول لكم يا شبابنا، أنا دائما أقول في السفر الكوني تلتقي أنت بالعائلة الكونية، لكن بعدها مسؤولية، لأن بعدها حيعطوك مسؤولية بناء الأكوان. أنت يعني بهاي المحاضرات وهاي الجلسات تتدرب، لاحظوا، أنك تعيش بمفاهيم وطاقات ومشاعر الحب. تتدرب من الآن تعرف حقيقة، تعرف كيف تقوم بإصعاد، إصعاد بالصاد، مشاعر الحب والخدمة والاتحادية مع الجميع في بناء الأكوان. السفر الكوني ليس فيه مدة، هناك أشخاص في يوم يسافرون، وهناك أشخاص يحتاجون أسابيع، وأشخاص آخرين يحتاجون أشهر. لا تأتي إلينا وأنت في فكرك بجلسة واحدة تريد أن تسافر بغاية الالتقاء بالعائلة الكونية، لكن تلتحق معنا بغاية أعمق
تقول أنا أريد أن ألتحق وغاياتي هي، هو هذا المهم، أنك تريد أن تتحد مع الأكوان وتشارك في البناء، هو هذا السفر الكوني، الخدمة، الحب، تشارك في البناء. أفضل شيء للطالب الجديد يبدأ من العمق الفلسفي. فممكن لو لديك أخ، لديك أخت، أقرباء يريدون أن يبدأون السفر الكوني، شاركوهم كتاب مهم أولا، هو هذا، يبدأ من هنا، شاركوهم أولا الكتاب التالي. اسم الكتاب، هذا الكتاب سهل بسيط، يعني بسيط الفهم، احنا ترجمناه وموجود في قناتنا. اسم الكتاب قوتك الغير منظورة، يتعرف ان الانسان هو كل الاكوان، يتعرف الانسان ان فكره هو خالق، يتعرف الانسان على مصطلحات البناء الايجابي، ويتعرف الانسان كيف يتعامل مع الكون. فيأتيك أقربائك يقول لك أريد أن أسافر ألتقي بالعائلة الكونية، ابدأ معاه من العمق الفلسفي، قول له أنه مش الغاية أنت تلتقي بالعائلة الكونية، تقول له السفر الكوني أنك تتحد مع الأكوان وتشارك في البناء، هو هذا السفر الكوني. بعدها السفر الكوني والالتقاء بالعائلة الكونية يصبح أسهل من شربة الماء، لأن الإنسان يكون فاهم معاني السفر الكوني، الغاية، الغاية، النوايا، أنه عنده نوايا، يريد أن يتحد مع الأكوان، مع كل الكائنات، يريد أن يبني مع الأكوان، ويعرف الإنسان نفسه أنه ضوء. المعرفة، المعرفة، يعني أنت من سافر سفر كوني، مهم جدا أنك تعيش وعي الضوء. وعي الضوء في غاية الأهمية بالسفر الكوني. أنت متحد مع العائلة الكونية، متحد مع الأكوان، متحد مع الأنفاق الضوئية، تبارك نفسك، تحب نفسك، تحب الأرض، تحب شعوب الأرض، تبارك حياة كل الكائنات الكونية، تبارك حياة النجوم، حقيقة حياة الأكوان، هو هذا، يعني تصعيد مشاعر الحب وتصعيد مشاعر الاتحادية. فهي هي دراسة، هي رحلة كونية، مش يعني طالب يأتينا بشهر يصعد، لا، هذا مو سفر كوني، هذا ليس سفر كوني. السفر الكوني هو بناء، بناء الروح، الروح تفهم إنها الضوء، هو هذا السفر الكوني، الروح تتحد مع كل الكائنات الكونية ومع الأكوان، الروح تعيش بغاية الخدمة، الروح تعيش الفرح، الحب، السلام، أي هكذا، أوكي.